أنا قلت خطري منك شوية. عاش ولا كان محروس اللي زعل جود سابون. بعد كده محروس واقف قدام الكنيسة ليل نهار، ولما ربنا يفتح عليك وتخش تحضر القداس تيجي في آخر القداس، يا دوب تترش بالمية وتمشي. ماني يا أبونا على طول بعت لك كنت هاني مراتي مقيمة هناك في الكنيسة وعضو أساسي في خدمة المرضى، وهناك بنتي هناك على طول كمان. طب وخلاص نفسك يا محروس، تقدر تقول لي من يوم ما جيت كندا اعترفت كم مرة؟ اتناولت كم مرة؟ يا محروس يا ابني ما تخليش الشغل وهموم الدنيا تاخدك، خلاص نفسك مهم يا محروس. اوعى شغلك ينسيك ربنا. ربنا اللي جابك هنا وغرقك في كل احساناته واداك كل اللي انت فيه ده دلوقتي. عندك حق يا ابونا، عندك حق. بس انا يا ابونا صعبان عليا جو من ربنا. ليه بس كده يا محروس؟ ده ربنا حنين وعمره ما صدق. ايوه يا ابونا، انا صعبان عليا من ربنا. صعبان عليا جو زعلان علشان استكتر عليا اني رفع حجاب، استكتر عليا اني اديني واد يحمل اسمي ويقف في ظهري، استكتر عليا فرحة يا ابونا. ايوه زعلان. بقى في حد ممكن يزعل من ربنا يا محروس؟ بص على في ايدك يا ابني وانت تعرف حكمته. كل العطايا ربنا بيديها لك وانت تعرف قد ايه حكمته. لو قربت منه ربنا هيكشف لك هو ايه حكمته في اللي حصل ده يا محروس. ما تحرمش نفسك من ربنا، ما تحرمش ربنا تماما. انت دلوقتي متضايق وعارف ان ما عملتش ولا، تخيل بقى ربنا قد ايه مشتغل لك من ان انت ترجع له. مشتغل ايه يا ابونا؟ ايوه يا محروس. مش شاكر محروس البواب. قرب وجرب حب المسيح ليك يا ابني. ما تحرمش نفسك من ربنا، ما تحرمش نفسك من الكنيسه. صلي ومتناول كمان يا محروس، صلي وانا كمان هصلي لك يا محروس. يلا ربنا معاك يا محروس، ربنا معاك. صلوات ربنا معاك. صابون. ربنا معاك. ربنا يديلك الصحة ويحافظ عليك، صلي لي يا ابونا. يشاملني. ربنا يشامل البواب. البواب. أنا مش مصدق إن ربنا يشتغل يعني. محروس يا محروس في جورج. في إيه يا بنتي كفى الله الشر؟ ماما أغمى عليها وأدخلها المستشفى في جورج. يا رب وجورج بعته الكنيسة يا بنتي. استني يا حبيبتي أنا جاي معاك، اصبر ثانية واحدة. استر يا رب. يا رب يا رب انت علمتنا يا رب، نشكرك كل وقت يا رب وعلى كل حال. عندنا تجارب كتير قوي، تجارب كتيره صعبه، بس يا رب بس انت عدتنا منها كلها يا رب. بس يا رب المره دي يا رب، المره دي التجربه صعبه قوي في مين؟ في مراتي، شريكة حياتي، حبيبتي، أغلى حاجة عندي يا رب. أنا برضه يا رب مش هقدر أتذمر عليك، مش هقدر أتذمر عليك ولا أرفض يا رب ما شئتك ولا إرادتك. بس يا رب، بس يا رب إن أردت، إن أردت يا رب اشفيها يا رب، اشفيها، قومها، قومها لينا يا رب وقومها لأولادها يا رب. أرجوك يا رب
ارجوك يا رب اشفيها، مد ايدك يا رب بالشفاء يا رب، ارجوك يا رب بشفاعه العذراء مريم يا رب، بشفاعه العذراء مريم والملاك ميخائيل، ارجوك يا رب ارجوك ارجوك. الف سلامه رانيا نجدي. ايه ده دكتوره سوريا هنا في المستشفى وفي كندا؟ ايوه يا نجدي، ما انا هنا اللي بتابع حاله رانيا، وفي كندا من كام سنه. صحيح. طب طمنيني طمنيني يا دكتوره على رانيا. ما تقلقش ما تقلقش، انا بس مديها مهدئ شويه علشان هي الالم شديد عليها شويه. طب هي عندها ايه يا دكتور؟ عندها ايه؟ ما تقلقش ما تقلقش، هتبقى كويسه. بس باين عليك انك بتحبها قوي. طبعا يا دكتور، دي شريكة حياتي، شريكة حياتي، عمرنا ما افترقنا عن بعض ابدا ابدا. عمركم ما افترقتوا؟ ايوه عمرنا ما افترقنا. صحيح يا دكتوره، انا اسف نسيت اسالك عن ليديا دكتور مينا، هما اخبارهم ايه؟ لا للاسف مينا وليديا في مصر، مينا ما قدرش يسيب العياده بتاعته وليديا قاعده بتتابع مذاكرتها. بس قولي صحيح، وانا داخله سمعتك بتشكر ربنا، ازاي؟ ازاي وانت شايف رانيا بالحاله دي؟ طبعا لازم اشكره، لان ربنا زي ما بيدينا الصحة ساعات ساعات برضه بيسمح بالمرض، وزي ما بيدينا السعادة والفرح ممكن يختبرنا بالحزن والألم. حتى لو تجربة أقوى مننا والألم أقوى من احتمالنا، ربنا لا، ربنا عمره ما يختبرنا فوق احتمالنا أو فوق طاقتنا. حتى لو قلت لك إن نسبة نجاح عملية رانيا بس 10%؟ أنت بتقولي إيه؟ أنت بتقولي إيه؟ لا لا رانيا لا، أنت مش معقول، أنت أكيد بتقولي حاجة غلط، أكيد في حاجة غلط. لا لا يا دكتورة لا. شفت؟ مش قلت لك إن ساعات كتير ربنا بيدينا حاجات أقوى من احتمالنا؟ لا مش ممكن، ربنا ده حنين قوي. أنا عارفه وجربه ومجرب العشرة معاه، هو صحيح ممكن يجرح لكن بيعصب، ممكن يصحى بس يضايق أشياء. طبيعي تقول كده عشان مش حاسس بالألم اللي هي فيه، بس رانيا لما تقوم أكيد هيكون ليها رأي تاني. رانيا حبيبتي الحمد لله على سلامتك يا رانيا، ما تخافيش ما تخافيش، ربنا هيتمجد هيتمجد اكيد، وهيمد ايده بالشفاء. ما تقلقش يا بنتي، انا سمعت كل حاجه ومش خايفه من موتك، انا بس لو خزعت عن فرقت انت واولادي، بس اللي يشوف ربنا انا شكرا. شكرا؟ شكرا ازاي؟ هو انا يا بنتي بقولك طلع رحله؟ انا بقولك خلاص كلها ايام ايام وبس. حتى لو ايام يا دكتور يبقى خلاص، بس امشي على الارض ده، ولو ربنا عايز يسترد ولادها هو قادر يمشي. انا مش عارفه انتوا جايبين اللغه دي منين وسط كل اللي انتوا فيه ده، والسلام عليكم انتوا ازاي كده؟ انا مش قادره اصدق مش قادره اصدق. وانا مش عايزك تصدق يا جميل. وتصدق ليه بس؟ انت مش سامع الكلام اللي بيقولوه؟ مش شايف القوة اللي هم فيها؟ قوة ايه وبتاع ايه بس يا دكتورة؟ دي واحدة لما عرفت ان هي تعبانة وهتموت دماغها لسعت وابتدأت تخطر، بدأت تركزي في كل حاجة كده يا دكتورة، فوتي. اسمعيش كلامك، ايوه اسمعيش كلامك، كل اللي انت سامعاه وشايفاه ده مش مجرد كلام، ده ايمان. ايوه ايمان، ايمان حقيقي وثقه بربنا. ربنا؟ ايوه فعلا ربنا، هما دايما بيكلمني عن حبابه ومحبته. حيلك حيلك، محبته حلاله. انت نسيتي ولا ايه هو عمل فيكي ايه؟ ولولا انا انقذتك كان زمانك دلوقتي لسه تايهه في الشوارع المحروسه.
ومين قالك ان ربنا ساعتها كان عايزك الشر؟ مين قالك؟ بص لنفسك دلوقتي عايشه كأني مش عايشه، سبت حياتك وجوزك وبنتك وجنستك وكل حاجه هناك، وجيت هنا سكنت نفسك للوحده، الوحده اللي كانت موجوده. تفتكري دلوقتي بعد ما رفضت اراده ربنا مبسوطه؟ مرتاحه؟ عندك ولا ذره سلام من اللي عند مكتوب رانيا؟ كنيستي كنيستي من يوم المعموديه وانا بحاربكم، وكل ما احاول ابعدكم عنها تقربوا اكتر واكتر. اما حكايتك غريبه يا بني ادم، دايما بتنسى وانا هفكرك. انت طلبت وانا عرفت، ودي حياتك وانت اخترت الكنيسه والسماء تفرح وخاطي واحد منهم. ما تخافيش، لسه الفرصه قدام، ربنا الحي هتلاقيه واقف سليم. هتحرق احضان، يلا اقوم الان واذهب الى ابي واقول له اخطات الى السماء. يلا ارجع لحضن الكنيسه. ايوه ايوه لازم افوق، انا مش مبسوط كفايه كده. استني بس قبل ما تقول يا رب يا رب، بفكرك بالدين الاتفاق. فاكره الاتفاق؟ وفاكره لما قلت لك اختار حد من الناس اعمل له مشكله او مرض وانت وافقتي وما كانش همك اي حاجه، ويحصل اللي يحصل ويموت اللي يموت. عارفة مين الشخص اللي انت كنت السبب في موته ومرضه؟ تبقى رانيا. رانيا مش ممكن، رانيا رانيا مش ممكن، رانيا مش ممكن. سلام يا رانيا. يعني لو سابونا برضه تعب نفسك، لو سابونا وجيت اقصى كنت موجود امبارح. معلش عامله ايه بنتي النهارده؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ مش شرطتنا الحمد لله. ان شاء الله تبقي كويس. انا يا بنتي عرفت من المستشفى حالتك. معلش شد ده وتعدي ان شاء الله. شد حيلك كده، شد حيلك. انا عايز اشوف رانيا بتاع زمان اللي كلها حيويه ونشاط. كل صلواتك وحبيبتك يا شرطي. ان شاء الله. عارفه يا رانيا النهارده في الاداس جالي اكتر من 20 طلب صلاه عشان كده. كل الناس بتصلي لك وتطلب ان ربنا يشفيك يا بنتي. الحمد لله ربنا بصلاتك وانا كمان يا ماما صدقني بتصلي. ربنا يكمل شفاك يا بنتي وتقومي بالسلامه. هتسيبك بقى دلوقتي مش هطول عليك عشان تريحي. الصلاه. ايوه. قبل ما تمشي احب اعرف قصتك على الدكتوره سرايا. هي اللي مطلعه حالتي. دكتوره سرايا. ازيك يا بونا؟ ازيك يا سرايا؟ يبقى اكيد من مصر؟ ايوه يا بونا انا من مصر وجارت رانيا من عماره التلسان. غريبه، ما انا محدش بيشكوا في الكنيسه ليه؟ ولا اكيد بتروح كنيسه العذراء عشان قريبه من المستشفى؟ لا للاسف يا بونا انا عايشه هنا لوحدي في كندا، ومن ساعه ما جيت ما بروحش ولا كنيسه. معقوله يا بنتي؟ يبقى بيتك ممكن مفتوح وانت ما تروحيش؟ ابويا مين ابويا؟ ربنا يا بنتي، والكنيسه هي بيتي، الكنيسه اللي تحمينا من شهوات العالم وكل الخطايا يا بنتي، السفينه اللي بتوصلنا لدار الامان. ينفع؟ وينفع يا ابويا بعد كل السنين دي وبعد كل البعد ده؟ ايوه يا بنتي ينفع، ينفع مهما كانت حالتك ومهما كانت ظروفي، ربنا واقف ومستنيكي، وبيت ابوكي مفتوح. هستناكي يا بنتي، هستناكي، هستناكي، هستناكي.
سمعتي؟ سمعتي لبناني؟ كتابوكي مفتوحة في الكتاب، ربنا واقف سعيد.
حياتنا طبعا واولادنا
وزن شغلنا كمان وزن خدمتنا وزن كنيستنا كمان وزن النهارده يا ولادي احنا اتجمعنا علشان نشكر ربنا على اجل وزن الذهب ومرور 25 سنه على وجود كنيسه الملاك ولما تاخدها في جرامي الكنيسه الصغيره اللي ابتدت سنة 1992 وربنا اداني وزنة الخدمة في جرامبتون سنة 2000 أنا فرحان بيكم وبخدمتكم وبخدمة ولادكم ولما كان لازم نوسع المكان طلبت منكم إن أنتوا تصلوا وتعملوا مطانية كل يوم فاكرين؟ ده كان علشان الكنيسة الجديدة وربنا يقبل عشوركم ونزوركم وبارك فيهم زي ما بارك في الخمس خبزات والسمكتين وزي ما ملأ الفلسين واشتغل وكمل البنى شايفين عمل ربنا معانا مجدوا وصدقوا اسمه لانه عظيم اتنجد ربنا وفي راس السنه 1/1/2012 عملنا اول قداس شكر وحمد لان الله عظيم عظم الصنع معنا وصرنا فرحين بعدها بشويه ربنا ادانا عطيه جميله قبض وراعي وفاضل وامين وبقى لينا اول اورشليه في كندا تحت رعايه سيدنا صاحب النيافه الانبا لينا ومن فضل نعم ربنا علينا فرح قلوبنا كمان بقول سيدنا مايك خدمته للاطفال والشباب ربنا يجيب جهنمك يا ابني ربنا يا احبائي مش بيصرف المباني وما جاش عشان الناس ترفع الاسوار وتعلي البنى لكن جه علشان خلاص العالم جه يطلب مكان في قلب كل واحد فينا يطلب ان تكون قلوبنا مذبح وعرش شخص مجدي في اي مكان تتواجد فيه انت نفسك كنيسه تكون كنيسه في بيتك كنيسه في عملك في اي مكان تتواجد فيه تكون انت كمان نور للعالم زي ما قلنا الكنيسه وزنه فلازم تعلموا اولادكم انهم يحافظوا عليها وعلى نظافتها وهدوءها وسلامها صلوا من اجل وحدانيه القلب ذات المحبه فتتاثر فيه احنا النهارده بنرحب بعيله جديده وسطينا عيلة الدكتور مينا والدكتورة سوريا وجدي من تهر النهاردة عشان ربنا شاف محبتكم وسمع صلاتكم قوم لينا كمان رانيا بالسلامة ورجع تبع ايه رايكم بقى بمناسبه المناسبه الجميله دي ناخد صوره تذكاريه مع بعض بنقول 25 سنه على وجود المناره الذهبيه دي على الطريق تعالى نجمع وزنة كل حياتك وزنة لما التاجر تربح فيها وسما يبقى يهانك بيها أما تبيع علشان الأرض حب إله تصير عبد صفقة ووزنة أيوة حياتك هي وزنة صفقة ووزنة أيوة حياتك هي وزنة 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 بتفرق كل دقيقة بتملى حياتك
ميعادك زيت وفضيلة أو بتأجل تقديم توبة يجي ميعادك وانت في نومة 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 وزنا كل حياتك وزنا وزنا أيوة حياتك وزنا وزنة كل حياتك وزنة